كابتن بلال، التأهل صعب لكن هي دي مباراة الكؤوس. حقيقي انت عايز تنتقد، شكلك كده وانت داخل عايز تنتقد. لا مش الفكرة، مش فكرة انتقاد يا كابتن، الفكرة فكرة اللي بيحصل ده في الملعب ده أمر طبيعي. خد بالك أمر طبيعي، لأن أنت خلاص أنت الموسم بالنسبة لك موسم منتهي. أنت مش عايز منه حاجة، ولكن أنا عايز حاجة من المسابقة دي. كأس مصر قصدك يعني؟ طبعا إنك توصل للفاينل، إنك تكسب أنا بلعب على البطولة. شوف هقول لك على حاجة كابتن أيمن، يعني أنت بيبان لك رؤية وتفكير المدير الفني تمام من سيران الجيم، من الجيم نفسه انت عايز ايه؟ خد بالك؟ وفيما بعد كده. واضح اللي قلناه قبل الماتش هو ده اللي بيحصل يا كابتن، هو انا عايز اشوف اللعيبه، عايز اجرب، عايز اعرف مين مكمل معايا، مين مش مكمل معايا. دي الفكره اللي احنا شفناها النهارده. ماشي، بس دي الفكره. بس في حاجه، خد بالك انا عايز اكسب، قلنا ان هو اكيد عايز يكسب. طبعا خد بالك، اكيد مليار في الميه. انت بتلعب على بطوله غير بطوله الدوري. مليار في الميه، ما خد بالك دي برده سلاح ذو حدين يا كابتن ايمن. سلاح ذو حدين، يعني مش هتعرف تعمل كل حاجه في كل في 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 في, في, في في توقيت واحد. مش هتعرف تختار وتقيم وفي نفس الوقت تبقى عايز تكسب وتأدي بشكل كويس قوي. استحاله. استحاله. اللي بيحصل في الملعب ده راجل عايز يبص ويشوف اللعيبه ويقرر ويفكر ويتكلم ويعرف انا مين مكمل معايا ومين مش مكمل، خاصه لان انت مش انت مش مكمل، يعني قصدي سوري مش هتقف. أيوة. يعني مش مكمل الموسم، لازم يعني هيلحم في الموسم اللي بعديه. أيوة. فانت مش هتقف عشان يعني تقدر تقيم تقييم جاد في التدريبات او في او لما تاخد فتره تقدر تحكم على اللعيبه. ده كل ده يا كابتن بتتكلم على المدير الفني. طبعا اكيد بكمل. طيب عشان لما نيجي للمرحله بقى اللي احنا بنتكلم فيها على اللعيبه. لا انا بكلم على المدير الفني. بالظبط. لما بيحس ان الامور صعبه في الملعب. أيوه. بيبتدي يعمل التغييرات. ماشي. مين مش كويس، مين مش جيد، عايز اغير، مين هحطه مكان مين، انا خلاص عايز اكسب، دي مرحله ثانيه. هو يعني بيبتدي بفكره وبينهي بفكره ثانيه. ده اللي احنا شايفينه، ده اللي انا شايفه. النهارده انت بتدي بلعيبه، النهارده بتدي بسيد عشان تقدر تقيمه، هل هيأدي زي الماتش اللي لعبه قبل كده؟ هل ممكن يسجل اهداف؟ تمام؟ اصل مش طبيعي، يعني خلينا نتكلم ككور، مش طبيعي ان حسام حسن يبقى جايب جول الماتش اللي فات وعامل ركله جزاء في مباراه كانت متصعبه في البدايه وبعدين ما تحطوش اساس النهارده، ده مش طبيعي. يعني الامر يعني ما لازم يبقى فيه حاجه، لازم يبقى فيه فكره عند المدير الفني. طب ممكن يكون برضو وجهه نظر. المنافس غير المنافس، كويس؟ لا بص، فممكن احمد سيد مثلا يبتدي بيه. ما هو ليه؟ عشان اكسب ولا عشان احكم عليه؟ اشوفه، اجربه، اديله تاني عشان يبقى نظرتي في ماتش واثنين وثلاثه عشان اقدر اقيم لا ده موجود معايا ولا مش موجود. هل ممكن يشيل معايا او يكمل معايا الموسم اللي جاي ولا لا؟ ما هو اكيد دي نظره. اصل الطبيعي في كره القدم، انا النهارده كابتن اسامه قعده جنب احتياطي، نزل جاب جول وعمل جول، طبيعي الماتش اللي وهو اصلا اللعيب المفترض البديل بالنسبه لك او الاساسي اللي كان بيلعب بالنسبه لك. فطبيعي جدا لو انت عايز تكسب من بدايه الماتش وتعمل جيم حلو، فطبيعي هتلاعب الناس اللي كسبتك، الناس اللي لما نزلوا غيروا شكل الاداء، ده طبيعي. وده طبيعي في كره القدم، في كل في اي فرقه في العالم، مش في النادي الاهلي بس. لكن انا النهارده ممكن يبقى عندي وجهه نظر ثانيه. الماتش قليل، ماتش الفرقه يعني الخصم اقل بكتير من الماتش اللي فات، فبالتالي انا ممكن اعمل ايه؟ انا هبتدي الماتش عشان ابتدي يبقى عندي تقييم حقيقي لبعض اللعيبه اللي موجودين، ولو اتزنقت يبقى انا عندي البدلاء الموجودين عندي بره اللي انا اوريدي حاكم ان هم اوريدي موجود. دي وجهه نظره. دي انا بشوف ان هو ممكن تكون دي وجهه نظر سواريش في الحته دي. ايوه. وجهه نظره الفنيه. أي. تشتغل بعد كده او ما تشتغلش في بعض الماتشات، مش في كل الماتشات. يعني النهارده ماتش المقصه المفترض انه ماتش خفيف، مع ان احنا مش عاملين احسن شغل يعني. يعني انت عندك مشكله في الحلول الفرديه في الحته اللي قدام، مشكله كبيره جدا في الحلول الفرديه. الاربعه السته اللي لعبوا الماتش الماتشين الحقيقه اللي سوري الشوطين، لا بعاد جدا عن الحلول الفرديه. انت في وقت من الاوقات بتدور على اللعيب اللي عنده المهاره. صحيح. مش اللي بينفذ التاكتيك بتاعك بس. انت في وقت من الاوقات الماتش مقفول، يعني النهارده المقصه بيلعب ايه؟ 9-1 بالظبط، 8-2. ايوه بالظبط. فانت الحته دي مش تكتيكيا مش هتقدر تشتغل فيها، عشان فيها ازاي؟ ما انت زحمه طول الحته كلها زحمه. بس خليني كروسات مش هتعرف ماشي تشتغل. ماشي خليني برضو، عشان انت اتكلمت على المدير الفني كتير، ولكن انا كلاعب في الملعب بصراحه يعني انا عندي يعني بصراحه علامات استفهام على اداء اكتر من لاعب في الملعب. لا عندنا وروحه قصور
بص يا كابتن، انا مش هتكلم في الروح. لا لا انا حك... انا هتكلم انا, أنا, أنا بص انا هتكلم في حاجتين عشان انا ده النادي الاهلي ودي يهمنا كلنا، ولاعيبه النادي الاهلي برضو تهمنا. انا لعيب في النادي الاهلي، معلش انا برضو يعني احنا بنتجنب ان احنا نجيب اسماء، ولكن انا هتكلم على واحد معين، معلش هو انا عارف انه ممكن يزعل مني، ولكن انا اللي يهمني النادي الاهلي. انا بتكلم على واحد امكانياته كويسه او من المفترض ان هي امكانياته كويسه، لما ياخد مره وياخد اتنين وياخد تلاته هو ما يفرقش معايا وبيلعب بكل سلبيه ومش فارقه معاه ان هو يضيع يجيب ما يجي، هو ما بيجيبش بقاله فتره. صلاح محسن يعني انا بصراحه 100 علامه استفهام على اداء صلاح محسن مع النادي الاهلي. احنا الكلام ده قلناه برضو الماتش اللي فات، مش الماتش ده بس، الماتش اللي فات اتكلمنا على صلاح وقلنا من الطبيعي، سوري مش من الطبيعي انك لما تاخد فرصه مع النادي الاهلي وانت اصلا مفترض تكون لعيب اساسي، انت مش لعيب صغير، مش لعيب ناشئ، مش لعيب لسه جايبينك، عندك رهبه، انت بقالك زمن في الفرقه مع النادي، 4 سنين تقريبا مع النادي الاهلي، الطبيعي انك يكون ادائك يليق بامكانياتك وعنده امكانيات. بالظبط انا بقول يليق بامكانياتك، تمام، ادائك في الملعب صلاح عنده سرعه وعنده مهاره، بعرف ابيع الجول بشكل كويس، بس واضح ان صلاح عنده افكار شاذه شويه. ايه الافكار يعني؟ يعني مش بيفكر في، ما هو ده انت خد بالك اللعيب برضو مش امكانيات بس، اللعيب يعني فكر. يعني منتلي يعني فكر تمام، ومش بس روح بس، انت لازم تكون بتفكر كويس انا فين مظبوط، يعني انا في انهي حته دلوقتي، انا في انهي مرحله، لا انت في مرحله انك تمشي من النادي الاهلي، خلينا نتكلم يعني ده لازم يبقى انت كلام مرحله الخطوره، ما بقولك في مرحله انك هتمشي من النادي الاهلي، يعني لو استمريت بالشكل ده ما اعتقدش انك هيبقى ليك مكانه في النادي الاهلي، ما اعتقد من وجهه نظري ما اعتقدش انك هيبقى ليك مكانه في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. هو بقى المدير الفني شايف ان هو ممكن يعدل يصحح يشتغل معاه، ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم عن الاداء اللي في الوقت الحالي، اداء لا يليق بامكانيات صلاح محسن. المفترض ده يبقى رقم واحد في النادي الاهلي في الوقت الحالي، المفترض في التوقيت ده يبقى رقم واحد في النادي الاهلي. صح تمام؟ جايب رقم كبير، لعيب عنده سرعه، لعيب عنده مهاره، بيعرف يلعب على الجول كويس، يعني عنده كل الامكانيات اللي تسمح له انه يكون رقم واحد، ومع ذلك لا، هو لو هتيجي تصنف في لعيبه النادي الاهلي تقول ممكن تديله، ممكن ما يلعبش اصلا، يبقى التقصير جاي من صلاح طبيعي، من اللعيب نفسه طبعا، ده طبيعي طبعا. ما ده اللي انا بقوله، انت انا قلت لك السته اللي لعبوا النهارده قدام خط الهجوم النادي الاهلي كلهم عليهم في تقصير كبير جدا، علامات استفهام كبيره جدا. لازم يبقى عندك حلول فرديه يا كابتن، المدير الفني مش هيعمل كل حاجه بالظبط، المدير الفني النهارده لما يبقى عندك تكتل دفاعي رهيب مش هيجي يقول لك ارقص واحد ضد واحد، مش هيقول لك عدي واعمل كروس بالعرض، مش هيقول لك لا انت من بره 18 لازم تقطم وتحطها في البعيد، مش هيقول لك الكلام ده. يعني المدير الفني بيحاول يوصلك انك تبقى ضاغط، انك تبقى في حاله هجوميه، انك انت انك تخلق فرص، لكن لما يبقى عندك تكتل لا، انا لازم استخدم ذكائي، استخدم مهاراتي الفرديه. هو ايه الفرق بين لعيب ولعيب؟ لعيب عنده امكانيات ولعيب ما عندوش امكانيات، هي الحته دي، ان امتى اوظف امكانياتي في التوقيت المناسب، امتى اشغل مخي وذكائي واشتغل، امتى استخدم مهاراتي الفرديه، امتى استخدم المهارات اللي موجوده عندي. يعني النهارده مثلا محمد اشرف، النهارده مباراه هايله بالنسبه لي، انا شايف النهارده محمد اشرف من اللعيبه اللي نزلت غيرت شويه من الشكل، بيروح وبيرقص وبيرفع وبيعمل وجاب البنالتي، وكان سبب في البنالتي، وعمل اكتر من كروس بشكل رائع جدا، وعنده جرأه وبيشتغل النهارده مظبوط كويس. طب الباقي يا جماعه، احنا بنتكلم محمد اشرف ليه؟ لانه كان عنده حلول فرديه. الماتشات اللي زي دي المخنوقه، الماتشات اللي زي دي اللي بيبقى فيها تكتل دفاعي كبير، تبقى محتاجه مهاره اكتر من اي حاجه تانية. عايز لعيب عنده مهاره، يعرف يرقص واحد ضد واحد، يعرف يشوط من بره ال 18، يعرف يستغل مهاراته. لكن النهارده انت هتعمل ايه كمدير فني؟ هتعمل ايه في ظل هذا التكتل؟ هتعمل ايه؟ هتعمل كروسات من هنا للصبح، انت بتتكلم في 10 ده 9 داخل ال 18، 9 انت يعني محتاج تبقى 9 معاك كمان معاهم عشان تعرف تسجل اهداف، انت عايز حلول، فيبقى صعب جدا جدا. مزبوط. الحلول العرضيات بتبقى صعبه، حتى كمان الثرو باسز هتبقى صعبه، لان هم واقفين على ال 18 ومتكترين بشكل مزبوط. كبير، انت بتتكلم في حل فردي، تصويبه حلوه، يعني فخري مرتين ثلاثه بيحاول، ديانج مرتين ثلاثه، لكن لازم تلمحات اكتر من كده بكتير. صح. لازم المهارات الفرديه يا جماعه، واحده ضد واحد تروح تدخل جوه منطقه الجزاء، ممكن تاخد بنالتي في الحته دي، ممكن تروح وتعدي وتسجل، يعني هي دي، وده الشغل دبل باس ما بين اللعيبه وبعضها عشان تخترق الدفاعات في الحاجات الصغيره دي.
دي ده الشغل المفترض انت بتشتغله كلعيب. فالنهارده عشان بس يعني احنا برضو سواريش يعني لسه البصمه بتاعته ما بنتش مع النادي الاهلي عشان نبقى محقين لسه. انا ما شفتش لسه ما شفتوش يعني عمل حاجه قويه مع النادي الاهلي. ممكن يعني ما اسعفوش الوقت، التوقيت مش مناسب بالنسبه له، الامور صعبه جدا بالنسبه له الفريق. كمان انك انت خلاص خدت قرارك تلعب بالبدلاء وبالناشئين برضه ممكن ما يسعفش المدير الفني. لكن انا النهارده فين الدور بتاع اللعيب؟ اللعيب عليه دور مهم جدا وكبير جدا 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 جدا. يعني احنا زمان واتفرجنا على الكباتن يعني كلكم يعني بلا استثناء كل واحد فيكم عنده مهاره فرديه بيقدر ينهي يخلص ماتش. يعني كابتن علاء ما شاء الله بيرقص ويروح وبتاع، وكابتن اسامه عنده الحته دي بيروح وعنده سبرنت وبيرفع، وكابتن عادل نفس الموضوع يعني، وكابتن ايمن يعني في حلول فرديه بتبقى عند اللعيبه هي بتستغلها في المواقف الصعبه اللي زي دي. ما انا النهارده يا جماعه انا برضو انا يعني تسعة في المقص، هتعمل ايه انت كمدير فني قاعد من بره؟ ايه الحلول اللي ممكن تقدمها للفرق؟ ايه الحلول؟ انك تعمل كورسات؟ ما انت اللعيبه عماله تعمل كورسات من الصبح مفيش اهداف. الحلول يبقى يجي واحد عنده مهاره يستغل المهاره بتاعته في الحته دي، واحد بيعرف يشوط بيصوب يستغل الحته بتاعته دي، تاخد بالك؟ واحد بيعرف مثلا يحضن على الكوره كراس حربه ويستنى ويلعب يحط اللي جاي من تحت يصوب ويشوط، تستغل المهاره دي. هي دي المهارات المفترض تستغلها في الماتشات اللي زي دي. اصعب ماتشات يا جماعه على الفرق الكبيره هي الماتشات اللي زي دي، اللي بتبقى الفرق اللي قدامك متكتله، تسعه 10 بيدافعوا. انت شوف اللعيب بتاع المقاصه المهاجم الاجنبي كان في الدايره ده موجود على ال 18 انت متخيل؟ انا بقول لك موجود على الدايره بتاع ال 18 طول الشوط الثاني موجود على ال 18 مش ممكن. يعني الامر برضو صعب، خد بالك مش سهل. يعني احنا شايفين الاهلي ما عملش احسن ماتش النهارده، بس انت في اوقات كتيره انت غصب عنك، وفي اوقات انت مقصر. يعني في اوقات الشوط الاول خاصه الشوط الاول كلنا الكباتن اتكلمنا في الحته دي، انك لا الشوط الاول كان الجيم عندك مفتوح لسه المقصم يعني خايفين عندهم رهبه يعني مفيش الثقه لسه، التوقيت ما راحش بيه ل 20 30 دقيقه، انت قصرت في الحته دي، كان لازم تدوس جامد جدا وتسجل هدف عشان تنهي الماتش. لان هو ده دي طريقه واسلوب اللعب، اسلوب اللعب مع الفرق الصغيره، انك لازم من البدايه تسجل هدف عشان الجيم بالنسبه لك يتسهل. لكن انت عشان رحت بالجيم للشوط الثاني فهو طمع ان الماتش يروح لابعد حاجه، ابعد حاجه ان ممكن يطلع مثلا بنتيجه 1-0 زي ما حصل، او ممكن يروح بنتيجه التعادل لو مفيش لو ركله الجزاء دي ما جاتش للنادي الاهلي. فعشان كده بقول لك يا كابتن ايمن الماتشات الصغيره مع الفرق، انا اسف مش هقول على فرق المقصه صغيره، بس الماتشات اللي زي دي لازم مهارات الفرديه اللي عند اللعيبه هي اللي تظهر. هتبين مهاراتك الفرديه امتى؟